انت نايم بالمشكلة. على المشكلة نايب المشكلة يعني تماميلا شكيرة ايش ايكو ايش قاتل ايران ايش قاتل ايران قاتل ايران والثاني قولي لدي ايو خمس تيت خمس كرني فخمسو بينجيكا سلبي لأهل الخمسي لأهل الخمسي را بينجايك والباقي إيماي بشتيت بينجايكي درخي چارد منه إيماي جي للقاتل بلي. وبعد السلبي يعني أولي ما حربي كذية أم كيكو كيكي كشتية أم سلبا ويعاولي شي درخنا أم بيا بدنك بين إيتية بشتي سلبي تخرج مؤنة الحظ والنقل وغير من مصرفة محبك شتبونا جبوي أم مالك وموان غنيمة قرتية و نقلاون حقي نقلاون قبل مملكة يقول غير حفظو نقلي مصرفاون ستة بيجن عربي في جوجل تناون وفلاني وان او كاون جي شي مصرفاون مثلا كنا عربي هي حباليا وان فلاني وان هي للحاجة تيلا زادي كيف بيحتاج يبال فيها هي بالمصرف تدخل ثم يخمس الباقي. دبيرا أميجا أوي مصطفاك برني ما دخل شندا أميجا البيجا بالمشبك. فخمسه لأهل خمس الفي. أبنجيكا غنيمي. بنجيكا ويجبو أهل خمسة فييرة. يعني مصلحي مسلمانة فقيرة أهل بيتي ودان سورة مسكينة الريوية ماني لأهل الفي يقسم بينهم أي بيت تقسم كينا بين واندا كما سبق وكي كنت به لي ما بعصوا قال الله تعالى خلق عالم القرآن الأولية واعلموا أنما غنمتم من شيء بزان بنكي أو تشتكي وغنيمة ولا رغش تشتكي وكر غنيمة يعني بويقت كافرة وكر بحربة فإن لله يقمسه بين جايك ويش خدير وللرسول وبعصى فقير ومسكين وغيوية وفلانة الآيات حتى ضوية والأصح قول أصح هذا أن النفل نفل يعني مثلا يكي فاريجي بهليوانا جبو بخب دا حربي تشتي أزيدان بدنيك نعم نعم يعني نفل تقول أزيدابون يكون من خمس الخمس المرسد للمصالح نعم أزيدا أم تشتي بدنا يكي أم جبارا بحربا نظنيكي او جو خمسة خمسة كو حاضر كنه جبو مصلحتا را كوبريا را صغورا را قاضيا را حاكما را يعني كم تشتيك بالنوان جو باراوان اللي تشتي بالنبي ميركي بيليوان إن نفل مما اجاك نفل شيء مما سيغنمو في هذا القتالي يوم ما يكون بيه غني مكان دي بيخي طالب مثلا بيكي إن الله ودبي أنفاق شنا فلان داري والله كافري هم برش دفتينا حربا وان جي زورة إلا حيوان جي برا أجا يك جوا ياخد فلان كات بر بهليوان كي مظني كم أنفي قندي تبقرن أم جذي قندي هاني كا مثلا وياخد تشتكي أبي بدنا تلو نعم أم بتشتكي زيدا بدنا نعم أو دبي من المصالح من خمس الخمس المرصد للمصالح وثاني من أصل الغنيمة قلت يعني. نعم. مثلا أبي قلت يا فكر أمي صدوا لك جبل. نعم. وثالث من أربعة أخماس أو برا مصالحة وفقيرة دادام نادن جوان أبيك أمدد المرتزقاء مش بيب مانا
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده. درست بيننا في الكرنج مال مصلحة باكو حاصل لجم أميرة وياخذ أكو حربية أكي حربية يعني باقانة حربية مال صونا باقان بغية ويدا عنده ضمينه هو يه راجع مال شو يا سينا الأمير يا سينا معزة أمير درباص لمو ها درباص بو نعم إيكو الذكية ويجب أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده جيب إيكو معزة كيف إيكو الذكية إيكو ده أميرة يعني أو أمير ده ما ظن ده يعني نصا أنا أبا تركي بنير يعني شو الأبا عالمي بنير أصحى بس دقيقة زورا ويجب أن ينفل من مال مصر مصانع عنده ومالك خليفة ويا أمير جبوان كسي لغورا خو حاضر ددن كافران جوان را زيدا شر دكن سي أمير ده مال مصلحة عام هيا هبا درست او هنك جوي بكبا انفال تمام ازرم خبرة تاني يعني يعني وصلنا كلام كذا يا ام بين نفل 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 شيء والنفل زيادة بشرطها بيشرطها الامام او الامين نفل زيادك يا امام وياخذ امير شرطك لمن يفعل ما فيه نكاية هو انسان كي بيلوانك تشتكي مصابك وتربك يخشك يا امين تشمخ في الكفاري نكايتك الي كفري دا بتشيك يعني دربك يخش في الوانخة ألمك في الدينوان ويا وايا مقام تشكي جيدا بني مثلا ارنك وكي شي كالتهجم على قلعتي على قلعتي وكي هجوم لسر قلعتي وكيدا وكيدا ذا الشرط نخبي محافظتك والدلالة علي يا ريني شام دبي ولا في قلعانك كذلك لا رأيت هل طرفي أقلتيه اما دبرين اقول لك كي اجي اقول لي نشاني وابن من الخاطر تيك اني كي فتح بكن او قرأ وبرك بدم دبه وحيظي مكمني وتجسي حالي مثلا تشتكي ان بجن مقرتيه لبامه او مالك الجمعيه فلان بيبانه ام يكيرا بني بدنا بلين بنت محافظة كي ما حقيقتها هو بدنا تأوي وياخد يكي ام جحسوش تخنا ناواوان ام بيجن دي حقي جحسوشي اتامي افقاصا بدنا تتسمارا خبري وان بيني اشكي تالوكا اه ويشتهيد الشارط في قدره في مقداره ودا اشتهام هاد بينا فازنا بدا وصاناك يعني اشتهادك بقدره بمقدار اتش نتلي ده بقدر الفعل وخطره لغوي او عش او الامنيه يعني دايرة ويكرنا ويش خاصك تهلكة ويش خاصك فإن كان مما سيغنمو اگه تشتكي مثلا ام حربية تكون ام ينجاب فكرن فيشكلو جزء اي جزء كي بيجا مثلا كربعين او سلسي بنا لا بي تقول بلوان بك جاوبتي بك ام في بندي بكرن ام اتشاريه كاوي سيه كاي بك من وتحتمل فيه الجهالة في الحادث يعني كان طول ما تقاسة او يعني كاو تخبول دبا يعني الا قرأ يعني تأمين انا شو نبي مانا اما لقولي يعني احتمالي دبا جاهل تتلهب يعني تشخاء تام نترينة مال وتتحمل فيه الجهالة تقول نفسك مثلا ان شيكا يتشاريكا يتشخاصة شوانا يعني مال النزانة اما قبول دبا يعني ابن نزاني قبول مال مال وان كان من الحاصل عنده بني
اگه کشته مجمع امیره اوید داد به آبیا بدمته اگه جوید داد نکو ایک ایک غنیمه بگره نجوید داد ایک که همه غنیمه نکریه نجوید داد ایک حاصل الباره جوید داد فیشتایی تو کونو معلومه گره بجا آبیا و این کانه من الحاصل عنده و یعنی عنده ابيار عنده شخصية يا عنده سلطانية ابيار عنده اميرة تمام وإن كان من الحاصل عنده الجمامي فيشترط كونه معلوم. تمام أهرس. ويجوز أن ينفر من غير شرط ده ينفر من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأسر محمود. ما يليق بالحال. على ما يليق بالحال. ها؟ على ما يليق يا ما يليق بالحال. والله ما يليق يا اللي أما على كل هبات اللي بشوك علاقة. ولا علاقتنا. ملزمة. ويجري أن ينفل بدأ زيدا بدأ من غير بشر. بدأ كي من ظهر منه في الحرب مبارزة بدأ بشيلواني مريدك يا واتشي واجهر كفي دلتر حربتك تهابت ريشتك تهاب فلانا وحسن إخدام الخشب قرشي دشمن بيش باتشا بيش باتشا بيش باتشا بيش باتشا خوفنا شيرا ناكا كوزكا وأسر محمود تشكي باش كريا سيمايا ما على ما يليق بالحال يقول حال سواء أن ينفل أظن ما يليق بالحال أو مفعول ينفل ينفل بلى أو هاي تمام ويجب أن ينفل من غير شرطين ينفل من ظهر منه في الحرب تمام ما يليق بالحال تمام مفعول ده مفعول الغزان مفعول الدية مفعول الدية نفل ده مفعول تمام أظن. بابي وكي عطايا يا تمام والأخماس الأربعة ذات الخمسة كي مقول الله ولرسوله وللمصالح. تمام. إجا شار جوان بينجي ماي. أو أنا والأخماس الأربعة عقارها خانيوان ومنقولها مالك تينا خلكرنا مثلا بزا امبيجن حيوانة هسبن شن آخر اوانا للغانمين جغانما من او يان جغانما رأيجي اخذا من الآية امج آية فعمتك حيث يختصر فيها اختصار كي الآية دا بعض الإضافة إليه بشتكو إضافة كي بالغانمية با دا إذا اختصار كي على إخراج سي قلتيا صادر جوني بينجيكي داخل ادني كاش غانمين من وهم غانمين كنا من حضر الواقعة بنية القتال وإلا من بنية قتال أجلات يا حرب ولو قتال نكت من ومن حضر لا بنيته وقاتل في العصر الآتي و أبيع أمي بن نبياش إيكو حاضر بيه نبني التاقيق تالي أما حربين كريا أمي بن نبياش ومن حضر غير كامل إجا إيكو حاضر حربين بيه أما نتمنى صبيا بيجن بيركا ليزا يعني بيركا نخشة وصاين ألا بيركا كرداش كتابتا مانا ومن حضر غير كامل أي بعسى في ذلك الدرباس بوبو أبدنا وانا ديش؟ بلى بلى زانم. أبي أنا جوال. أبي دي سوالف أنا. فله الرتخ في الأزهر. فله الرتخ في الأزهر العادي. وفخ يعني أمد شيء بدني كيرو شيء. زانم أبي أنا بيجش الرتخ. أدم قي معنات كه. الرتخ يعني بارا كيج بارا وان مرتزقة كيم ترى. يعني بقاندي إيه كامل أمنا تمام ولا الشيء لمن حضر بعد انقضاء الحرب بشي الحرب قديه يكوات بيه أبطا بعد انقضاء الحربية بعد انقضاء معنى انقضاء القتالية حرب قتالي فقط ماله أم قتال هو فيما قبل حيادة المالي وش بلك أنه يستحق يعني كو أذيا مستحق دبا نعبا بديك أموال تشكي زوز بكنا
نعم احيازات معنا توب كنين ازونام حيث جيستاندنا ما توب كن قلت ما بكيش توب جتكا ما بكيش كتكا توب والح ازونام حيازاتي معنا ناكي معنا تكي اذن قيوم ها؟ ليش ليه؟ حيازاتي معنا ناكي حيازات معنا توب كنين اذن قيوم حياز جيستنا بتخلنا دقيق اوكي دقيق يا زلمه دقيق is not a pehab حيازة المالي صاحب لك ملكيات يشتاندنا يشتاندنا تريك كل مال بك يشتاندنا نقلك الزرامة نتوكر انا من ازونا سيدا سيدا عفوا او كسي كو كتب حربي او پشتي كو حرب قديابه او مال خنيمت هاطبه برف كرن او بمنه منه عيني دي او نينا برف كرن ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء الحربي يحب قد يا وفيما قبل حيازة الطوال سيدا وجه أنه يستحب سيدا أزولم دقيقة أو كسي لميدان حربي حاضر ببا تشتكي جويرة تنية لي أو كسي كو بريا سعد بك ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء الطوال سيدا يعني بشي بحب قد يا هي حاضر بيها جورا تشكيكت لي او كسي كو بريا برهب كرنا غنيمت الميدان حربي حاضر ببا باراوي دمالي غنيمت دا هي باراوي دمالي غنيمت سيدا دقك يا ظلامي تما وارد نالي عبارة بقدينمو باراوي دمالي غنيمت دا هي وجهك هي مني برهب كرنا مالا توب كرنا مالا مالي ظلام ولك اقصى معنى ناك الوقت حيازت دبي قرتن ايه حيازت دبي قرتن حيازت صاحب لك ملكيات اشغال حق صاحبي علماء الداء اتماء نتوب كرنا يولا يعني يشتندن عن مالا أنا خب ديني مال يعني الذكرن معنا الذكرن يا مالك تمام زو نعم قد شكينا ولو مات بعضهم بعد انقياده والحيادة أجب بمره هناك لبشتكو قضاء حربي قتالية يعني قتال قدية والحيادة بشتي كم إيش نمال يعني نمال إيش نمال مال كنا تذكر يعني فحق أوش مير حق يويلي وارس يوارسي إيه بس وكذا بعد الانقضاء انقضاء وقبل الحياد بدي انقضاء قتالي ود بشتي انقضاء قتالي بدي إيش نمدنا مال دا ليش حق يويلي وارسي برأيك الأصح بناء على ان الغنيمة تملك بالانقضاء خلاص يحق قتال. نعم. والثاني يقول دبي بالانقضاء والحيادة معه. يعني هم عرب كذا وهم تمالكي الدبكي ويقابي اشتمال تالدنكي انا اشتمال. نعم. ولو مات في القتال وطحر بضب بمراه نب شيء كذا فالمؤذن انه لا شيء له تشكيشك والطريق الثاني في قولان هذه قاضية قولتان احدهما انه يستحق بحضوره بعد الوقعة يجد بك دقوي مستحق بدباء بحضور خود بشي وقعة دا يعني بشي وقعة قدية عاذر بيا ومرية مستحق نعم وصالي شوش تسيدوي حصلت الحيادة بذلك القتال لو حربي يشتاندنا مال شيء بيه
حصلت العيادة بذلك القتال استحق إن حصل جواب جواب إليه إن يستحق إن حصلت الحيازة استحق والثالث مساعدك إن حصلت الحيازة بذلك القتال في حربك في ملك تيدان بريك في حرب قشتان دنا مال شيبو استحق أو بقتال جديد قتال كنو حيازة شيبو فلا استحق تمام والأظهر قول أظهر أن الأجير لسياسة الضوابي وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم له إذا قاتلوا لشهودهم الوقعة. طيب. أجير إكم إجارد كن جبو سياسة الضواحي وميوانا بنيرا سيسي عصبا من سيسي عصبا ملي مت الجرم يعني أشياء مشاء محافظة بك والتاجر يكون تجارة ضربة صبية مش كتير نعوض والمحترفة مسلك صعب مسلك صنعة كارة يعني نجا إلي حربية يسهم لهم جوان رجل يسهم كرني إذا قاتلوا أو يحرب لشهودهم الواقعات شوف أجي واقع الشاهد الحاضري واقعات البناء وحرب جكرنا فرعون جمتين والثاني لا فرعون ضانين إذا لم يقصدوا الجهاد وقت قصدنا حرب تنا وما أصنع حرب فيها من يدع حرب تنا الدوان ضد أبناء وللراجل سهم وللفارس ثلاثة دواش ثلاثة جبو بيارا بيادرا فاركية وجبو ايه كسواري هسبي بهسباوي هسباوي به جبو راجي تبار انا سي بارا لو سهما للفرسي وسهما اوه سوار اوه سوار سي بارا اوه بياج باركي تو بارجي بارا هسبي نايه سوار باركي جاوب سامان الفرس بسام اللولي إتباعي ومتابعة البيغمبر رواه الشيخ ولا يعطى وإن كان معه فرساني نايداني ولو فرد دهت جيابا نايداني إلا لفرس واحد من اشتك فرس سلاتي داني من أو فرس عربيا كان أو غيره أهري. غير عربي كي كالبرزون برزون كنا أبواه عجميا يعني دياوي بافيوي هاد يجي هاسبي نا هاسبي عجم انا اه كعيل نيني يعني مانا كعيل نيني سواء كان عربيا وغيره كالبرزون والهجين هجين كي جاية ابوه عربي وامه عجمية تمام فعليوي عرب دياوي عجمي مانا محيناوي عجم مانا والمقرث مقرث بالضم الميم ميم سكون الفاء مقرث وكسر الراء مقرث أبوه عجمي وأمه عربية تمام لا لبعير وغيره دذي وغير دذرة غير دذي كالثيل والبغل سبحان الله سبحان الله والحمار كرفة لأن هذه الدواب كرفة ديثيل بغال لا تصلح للحرب صلاحية الخير له فهي صلاحيتها هسبي سحر بيض أو بالكر والفر اللذين أو كر فرق تحصل بهما النصرة كر هجوم فر يري قاتنا اللذين تحصل بهما بحصل كر فر النصرة نعم يردخ لها مانه يعني جبانا اي خدي بانا مشكيم جدد دنا وانا نفسا مانه وردخ الفيل اكثر من ردخ البغلي يعني بايا اي خدي فيلي با بيترش بايا خي قطري مانه وردخ البغلي اقطري اكثر من ردخ الحمار اكرف مانه
ولا يعطى لفرس أعجفه هتبك أي مهزولي الزعيفا قال برينا وما لا غنى فيه أي نفع أي نفع بفتح المعجمة غنى والمد غناء فيه أي نفع أو يجي كثير والهرم وكشكان دي اللي من جيوشكان دي وياخذ تربيلة نكرة بريدا وفي قولي يعطى إن لم يعلم نيل الأمير عن إحضاره يعني أبي لا يعطى لفرس عجف وما لا أغنى فيه يعني في اختيار مثلا سلطان جنب وديته نيل سلطان جنب في اختيار أصلا وديته نيل مثلا يا مي يقول يكري هس بيبي بنقوت نقوت به تبي هس بينين يبي هس بينابه يعني في كبيرة يعني إنكار بريدة على تبيني تجي بلا سري خوشي بتشان نقوت به ما تشكي بدي تشكينا إلا يعطى النهي الأمير عن إحضاره كما يعطى الشيخ الكبير إذا حضره اختيار جي وقتا حاضر به ولو نكار بحربي بك يجلس ما تشكي بديك يعني رد اختي شرعي إذا وفرق الأول إن بين الشيخ اختيار وإن بين حسب اختيار وحسب زعيم هو فرق اختي لأن الشيخ ينتفع برأيه ما بقرشاوي بعقله يا ودعائي تستغل بلندك بالخضارة دعائي مرتك وقولي بقوتنا وي إن لم يعلم نهي الأمير أو يعطف نجم سليمان ينتفع برأي ودعائي إن لم يعلم وقوله إن لم يعلم نهي الأمير الصادق بما في الروضة كأصلها بقوتي إن لم يعلم إن لم ينهى أو لم يبلغ أو لم يبلغ النهي أو لم يبلغ النهي أن أو لم يبلغ النهي أو لم يبلغ النهي أظن لم يبلغ لم يبلغ النهي سعدان بركي بيجب مالم وقوله إن لم يعلم نهي الأمير في شرقه وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن يحضاري يحضرها اسمي ضعيف يعني أدبي أذياء صادق بما في الروضة كاسية شامل السد لم يعلم شامل السد لم ينهى أو لم يبلغ النهي يعني أمير النهي نكربة ويا النهي كربة شيء النهي نهي شيء أو معنى يعني قال النهي أمير خبره وجهتنا تمام والعبد والصبي والمرأة والزمي إذا حضروا الوقعة فلهم الرتق كلا صبي فراك زمي وقت أوجه حاضر وقعة ابن جوان رجي رضخي هي للإتباعي جو متابعة البيغمبر رواه رواتا وكريا في العبد عبد الترمذي وصححه تصحيح عبد الكريا وفي النساء والصبيان جي صبيب كريا قد جمال دبال دي خبر البيهقي مرسلة وفي قوم من اليهود جاء سميكو جويا أو يجي أبو داود رواد كريا بلفظي بلفظ أسهمة وتفرق جدر دايني أبو بلفظ أسهمة وحمل أب أسهمة تحملكني على الرتق نفس الفرق تمام ذلك يعني أب تشكيزي فارق عن الجبل يعني أبو كنت أسهمة بلفظ أبو داود أو بودا أما حملتك الأسهمة لسر رتق وسواء أذن السيد والولي والدوج في الحضور أم لا
كولا إنا سيدي هي دابا أنا دابا ولي صبي يعني مانا جناتي أمير إنا ميرجي هي تنتي هبا سكن هبا حاضر ولا مش وهو الرد دون سامي يمتري سامي وإن كانوا فرصة ما أنا سؤالي أسباب يجي كم فرنا مانا ويجتهد الإمام في قدره بمقدار الرتخبة واجتهاده بحسب ما يرى حسب ما يكون برشاوي شوادينا ويتفاوت بين أهله بين أهل الرتخبة بحسب نفعهم حسب منفعته فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره يعني أبي كل بين صواش إذا فرز عماتية دي تباوي فر بدوي هندك دي تباوي هندك بدي بانا إكو ترجيب كان مقاتل يبقي طلع يدابر نعم والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطشة على التي تحتز الرجال مانا أو جنك يكي همشيرة همشيرية ولا همشيرية وتتكى برينا درمان دك و تينا آوه دخلقه محاربة او بيه ترجكيري سلتي تحفيز بالرجالة زلا محافظة كسبرا قنطرون كد بأش بارا تتشبرا تتا اوك يعني نعم لسا او بارا محافظة كالرحال على التي تحفيز الرحال الرحالة تمام الرحالة الرجال لنا كابي لك شو هو الميرا محافظة بكم بني هو بنتي محافظة كناش طارة من قزة تيجي كبش ومحله الأخماس الأربعة في الأصغر يعني أو طارة لله ولرسول ولذوي القربى وأفران أم شوي غتخ شوي نادن يوي أذف كم تدن مرتزقة أم شوي أم شوي بدن شكي فاناجي دي كمان مني قسم مرتزقة يعني تام قرابة هو نكنجي أو جني مرتزقة كينا مالي والثاني أصل غنيمتي من كوبا غنيمة والثالث خمس الخمس سهم المصالحي من هم ايش صوت يا بلد وهو مستحق وفي قول مستحب داناوي يعني داناوي مستحق دانا رتخي حقك يا مجبور بدن بينا يقولنا ولا مستحق سنة بدن باش بدن ناضي قلت أبود بأدبجم كي أخذ من الرافعي في الشرحي إنما يرضخ لزمي حضر بلا أجلة وبإذن الإمام على الصحيح والله ماني أنجاك أم تدنويخ يهودي وياخ رسطيانك حاضر ببيبرا أي ببرانية وبإذن الإمام هاتي الصحيح وطرش فإن حضر بغير إذنه لم يرضخ له شكرا نايدين على الصعيد لأنه متهم بموالاة أهل ديني أمو خريستيانا حربتكم بلكي إلى دليل درب مرتبوان مالي بل يعزلوه إن رأى ذلك وإن حضر بإذنه بإجتي فله الأجل أجركو يعني برام موالاة أهل ديني خبك وإجا إمام يتعزير بك أجاكو إن رأى ذلك وبين تشكيساتي ذا ويتعد إذا وإن حضر بإذن بإذن إمام يعني حسك خماندان بأجلتي فله الأجل فقط رد تخشيرتنا أجل أجلتي أصابكم الله خيرين كسينا سبي أم صدقين أم سبي